تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بالداعي إذا مسه الضر. هذا هو الحسين وهذا هو مقام الحسين. ناس اتجي من البصرة تسعى أسبوعين يمشون أكثر يصلون إلى ضريح الحسين سلام الله عليه، هكذا يشيرون يسلمون عليه، السلام عليك يا أبا عبد الله. يقعد يجلس في كربلاء، لا يرجع في نفس النوبة وفي نفس اللحظة يرجع إلى بيته إلى البصرة. شوف هذا الإيمان، شوف هذا اليقين، شوف هذا المقام، بلا شك أنه وصل إلى مرتبة التقوى وفضيلة التقوى. ناس تموت في زيارة الحسين سلام الله، مراجع يتشرفون بتراب أقدام زائر الحسين سلام الله. بس احنا اليوم محرومين وما وصلنا إلى كربلاء، محرومين، لكن بلا شك أننا مكتوبين من زوار الحسين سلام الله. مجابر يقول له، جابر هو الذي يقول ينقل عن النبي: من أحب عمل قوم أشرك معهم. ونحن نشهد الله تبارك وتعالى أننا نحب هذه الزيارة ونحب هذا العمل، فاشركنا بثواب الزائرين، مع ثواب الزائرين. هذه الرواية أحركما ابتداء، يلا تنشطوا وياي وشوفوا الإمام وشوفوا هذا اليوم وخلوا كربلة بنظركم وبعينكم. هذه الرواية إن صحت عن الشريف المرتضى مرجع ما زار الحسين سلام الله عليه إلا مرة واحدة قبل مماته. ليش؟ ليش ما تزور أنت وجه للطائفة؟ أنت تحث الناس على الزيارة. أقول ترى ما أقدر، لو أدخل ضريح الحسين أموت، أموت، ما أتحمل أشوف ضريح الحسين. أصروا عليه في آخر حياته، صار يسعى ما إن لاحت له القبة، وضع يده على قلبه ونادى حسين. قال أنا ما أقدر، ما أتحمل، ترى بموت. أصروا عليه، أصروا عليه، وإذا به يرى موكب. وش حالة الموكب؟ حاسرين الرؤوس، حافين الأقدام، محللين الأزرار، يلطمون على الصدر والرؤوس وينادون حسين حسين. قال تبغوني أدخل إلى الضريح؟ أدخل بهالهيئة، ما عندي آداب، أنا ما أتحمل، ترى أموت. هذا مرجع رمى بعمامته وحلل عن أزراره وصار يؤلول إلى ضريح الحسين وهو يقول حسين، يتحرك حسين حسين. دخل إلى الضريح، وصل إلى المنحر، تذكر ذلك الموقف المشؤوم، نادى بأعلى صوته: حبيبي يا حسين. ثم قرأ تلك القصيدة: كربلاء لا زلت كربلاء، وبلا ما لقي عندك آلول مصطفى، كم على تربك لما صرع من دم سال ومن دمع جرى. يقولون أتم القصيدة، سقط على الأرض مغش عليه، حركوا وإذا هو ميت. هذا مرجع ما شاف المصيبة، شحال زينب التي رأت المصيبة بأم عينها سلام الله عليها. يلا يا راوي فصل لنا حال ضعينة زينب. أقول رأس معقود على رمحين طويلين، تلعب الريح بشيبته، وفي مقدمة الظعن رأس قمري أزهري. يقولون رأس من هذا؟ يقال لهم هذا رأس قمر العشيرة أبو الفضل العباس. رؤوس الأطفال، رؤوس الشبان، رؤوس الأصحاب، في الوسط أكو رمح على رأس صغير كأنه رمانة. يسألون رأس من هذا؟ يقولون هذا رأس عبد الله الرضوان. أسألكم ماذا جرى على رأس الحسين سلام الله عليه؟ مصائب، لكن نأى من أعظم المصائب لما دخلوا أرض الشام وصاروا يتصفحون وجوه بنات الرسالة
وصلوا عند تلك اللعينة حملت حجران مسننا زلزل الماتم وصلها إلى كربلة رمت به رأس الحسين حتى سقط على الأرض. يا من مرأى ومسمع زينب ويلي 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 أدخلوهم مجلس يزيد جعلوا لهم ملاء غطوهم بستار. اسمع شوف المصيبة أمر عاد وعم الساف الأداني الشريف كلهم دخلوا ذلك المجلس. عندها جاء يزيد اللعين تربع على عرشه وجعل رأس الحسين بين رجله صح ونادي وحسين بيده كأس الخمار. عندها أشار إلى الستارة أنزلي أنزلوا الستارة وإذا بنات الرسالة وزينب يتصفح وجوههن الأعداء صح ونادي وحسين. يلا مواقف يوم الأربعين ما نذكره إلا في الأربعين. أراد أن يقهر زينب أن يحرك زينب أن يتشفى من زينب أخذ صولجانه صار يحرك ثنايا أبي عبد الله وويلا حتى اتكأ عليها وكسر الأضراس. وين تروح زينب اتجهت ناحية النجف يا سلطاني النجف ما تقوم زينب دخلوها الشعب. يلا زلزل زينب دخلوها الشعب ترضى يا علي ترضى بناتك صايرة عرضة كيف جفنك تغمضة انهض وادركها اليوم زينب دخلوها الشعب زينب دخلوها الشعب. أويلي لما عرف يزيد أن الأمر ينقلب عليه أمر بهم أن يرجعوا إلى مدينة رسول الله وأرسلهم مع النعمان وصلوا إلى مفترق طريق. يلا المصيبة العظمى جاء الإمام السجاد عم زينب هذا طريق يؤدي إلى المدينة وطريق يؤدي إلى كربلاء. ما إن سمعت جعلت يدها على قلبها ونادت كربلاء كربلاء والله قالوا لحادينه يمر بالغاضري سلم على الوالي وننصب له قالوا لحادينه يمر بنا على حسين نبغي نزور حسين ونشوف اندف انا والله لا روي قبر اخويا بدمعت العين ويا ليت فوق القبر تاخذني ونادى على السجاد ومن الدمع مذروب اعمل معانا اليوم يا نعمة مر بعماتي وخواتي للرب قال فلا أصي لك أمر يا ابن الشفي. من جهة أخرى وصل جابر إلى شاطئ الفرات واغتسل وارتدأ بإزاره واعتزر بآخره. ما إن وصل إلى قبره قال يا عطية ألمسني قبر الحسين هكذا غمس يديه في تراب قبره صح وياه زلزل الماتم نادى جابر حسين 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 ثم نادى حبيبي يا أكل ثم أغمي عليه رشوا عليه الماء فاق قال حبيب لا يجيب
حبيبه أنا لك والجواب وقد شحطت أوزاجك على أذباجك وفصل بين رأسك وبدنك فبينما هم كذلك وإذا بضعين ناحية الشام مقبلة أرسل عطية غلامه وصل إلى تلك الضعين خالية من غير رجال بس أطفال تتصارخ ونساء صاحت زينب قل لهذا الناظر يكف بصره عنا لقد خزينا من كثرة الناظرين قال لا عم هذا غلام جابر صاحت زينب سوق طعن طار قلبي للزيار لا جوابك مو مقبول سوق طعن طار قلبي للزيار بروح للبكربلاء تسطع الوار طوبى لجابر يوم لا تعنى وزارة للي يزور حسين بارض الغار يلا حافظين هالأبيات وقبر الشهيد ابنه وقبرين عسايا الوالي ما تنقطع يا كربلاء من حظك صرتي ملاذ الزهر يا كربلاء بترابك صار القبر والحق يا كربلاء رديهم رحمي القلب الطاير كل من يزورك يستار يوم الحشر ببشارة جميعا قبر الشهيد بانت لنا قبر عسى ما تنقطع يا مصيبة عظمى ويا مصيبة فجعة يوم دخلنا المجلس كلنا بلا يقنع وانا ذكر تسكينة قامت تصيح وتنع ترضى يا بويا ندخل في مجلس الخمة يلا أعلى قبر الشهيد ابنه قبر عسى وخرت على قبر الشهيد تشم التراب نادي يا خويا اقعد وعاين مفرق يشا من كثرة الشمات قلبي يلأخذ وإله من عظم الجرب ديوان ومي فتح الإمام فتح إلى قبر الحسين جعل رأسه فيها ثم جاءت زينب وضعت منديلا في يد الإمام السجاد فتح المنديل وإذا هي أضراس الحسين المكسرة دفنها الإمام أهال التراب صاحت زينب في أمان الأخير في دعة الله وإذا بالصوت من قبره يا زينب قبل ما تحجين لي رحلة الآلام عند بنية ما أسمع بواجيها مع الأيتام والله رقية وياك يا زينب لو ماتت بأرض الشام
صاحت صاحت يا العليل النابعد عباس وديني انا اريد اقعد على قبره وحاجيه يحاجيني انا ادري بابو فاضل بولية العدوان ما يرضى يخليني وقصة قبر عباس من هالدمع مذروق نادي تجنى وقوم يا مقطوع اخي عباس ضربوني اخي عباس سلبوني اخي عباس لوعوني بالصياط على متوني اعوان بالفضل وان فجيع وقالها هلا بجي الوديع لا تعتبي عتبك علي ما استطيع تدرين بجفوفك اطيع تدرين بجفوفك ويلي ويلي وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتو يلا وحد الجواب وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلون هاي الروس جبناها ومنكم نطلب العون راس حسين سمحولي تراه مكسر ادري مشتاقين الى ارض كربلاء محرومين وقاعدين في الماتم شوف هذا الحوار بين الحسين ابيات جديده وساعدني فيها يا حبيبي حوار بين الحسين وابو الفضل العباس صار الحسين يخاطبه قوم يا عباس شيل الرايه هاي امنا الزهره جت مشى هاي امنا الزهره جت مشى قوم وسع كربلاء الخطاري هاي امنا اجت ويزواري اجت ممشى ويدمعها الجاري تلطم وتبكي ويا كل قرايه تلطم وتبكي ويا كل قرايه تلطم على الراس مر على الضلع ويا كل زاير تهل الدمع آية بحت صوت هل ما تنسمع كثر ما صاحت بكل فاية كثر ما صاحت بكل فاية اسمع رد ابو فاضل على الحسين انا خاف امنا تجينا وبخدها الدموع من الفجيعة تقوم تلطم عالظلوع من الفجيعة تقوم تلطم عالظلوع انا وانت خويه بمصرع مروع بطيحتك طاحت يا خويا الراية بطيحتك طاحت يا خويا يقول له يقول للعباس يقول للحسين خاف امنا ما تتحمل اسمع على البيت الحاره خاف امنا تجيك في وسط القبر تشوف اثر طبعتنا على الصدر وحسين تشوف اثر طبعتنا على الصدر تشوف نحرك خويا ويضيع الصبر شل بصر ما تقلي شنه الغاية شل بصر ما تقلي شنه خايف على الزهرة تدخل قبري انا خايف على امر اخر شنو يا ابو علي انا خايف من تجيك وسط المشرعة تشوف يا خويا جفوف مقطع
تشوف يا خويا جفوف مقر وتسألك زينب سلبوها المقدار وتسألك زينب سلبوها ما لهم حشم ولا حماية ما لهم حشم ولا يا اللي حب حسين قلبك فطر يا اللي حب حسين قلبك فطر والجبد منك علامة مرمورة اسمك مسجل ترى في دفتر اسمك مسجل ترى في دفترة حتى لو ما رحت وادي كربلاء حتى لو ما رحت وادي كربلاء يكفي تتصور بقلبك قبته وانت تتمنى السفر لزيارته روحك تسافر عشق لمحبته روحك تسافر عشق لمحبته حتى لو ما رحت وادي كر وياي حتى لو ما رحت وادي صور الشباك واصرخ يا حسين صور الشباك وصرخ يا حسين جيتك بروحي أزورك والونين قلبي ما ينساك بالغبرة طعين حتى لو ما رحت وادي حتى لو ما رحت وادي قلة تدري قلبي متوله عليك يا ابو علي قلة تدري قلبي متوله عليك لكن ذنوبي منعت اوصل اليك بيدك امحيها وانا تدري وليك بيدك امحيها وانا تدري وليك حتى لو ما رحت واديك ايه حتى لو ما رحت واديك بعيونك هام واقصد العباس وادخل الحرام ويا الزوار قل جيتك عاني يا والي الحرام تشيل حملي وانت شيال العلم حتى لو ما رحت وادي ايه حتى لو ما رحت وادي دخيل جيتك وانت حماي الدخيل يا ابو فاضل ظهري من ذنبي يا ابو فضل ثقيل وانت تقدر للذنب تمحي وتشيل حتى لو ما رحت وادي ايه حتى لو ما رحت وادي ابو فضل يحتاج قسم تسمح القسم فاطمة والعن ضلع اللي انهشم فاطمة والعين ضلع اللي انهشم بالحسين عليك اقسم والسهم بالعمود والجود والشف والعلم بالعمد والجود والشف والعلم شرايب اوصل بجسمي لوادي كر اوياي اوصل الجسمي لوادي كررها اوصل بجسمي لوادي والله ليش يا ربي تحرمني ما اروح عن كربلاء لعل ذنب اللي على صدري بصعوبة احمله
والله لو ذنوب تكاثرت وصفحتي بيها ثقيلة احنا غير حسين يا رب ترى ما عدنا. اذا شئت النجاة فزور حسين غدا تلقى الإله قريب فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار يا زاير المظلوم بالله بلغ رساله الزم للضريح وصيح ودمع العين هماله صدق صدرك وطاح الشمال ارزقنا في الدنيا زيارة وفي الآخرة شفاعة إلهي ارزقنا زيارة الحسين في عامنا هذا وفي كل عام إلهي شافي كل مريض فك قيد كل أسير رد كل غريب إلهي انتقم لنا ممن ظلمنا وأتك حرمتنا وروع نساءنا وقتل وشرد شبانا وهدم مساجدنا انتقم لنا من انتقام عزيز مقتدر يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله وأوصل ثواب مجلسنا هذا لأرواح الشهداء السعداء ومن مات على الإيمان وللعلماء العاملين ثواب الفاتحة مع الصلوات.